تنشئ تل أبيب معادلة جديدة في مسار عملياتها العسكرية في سوريا، وهو ما كشفته العملية الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مصياف بريف حماة، بدءا من الاستطلاع مرورا بتحضير القوات الخاصة واستعمال المروحيات وصولا إلى القصف والإنزال الجوي لتفجير منشأة عسكرية لم يكن بالإمكان تدميرها بغارات جوية. تفاصيل جديدة بدأت تتكشف عن هذه العملية النوعية والمعقدة بعد أن كشفها مسبقا تلفزيون سوريا نقلا عن مصادر خاصة. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن إسرائيل نفذت عملية كوماندوس بسوريا، دمرت خلالها منشأة إنتاج صواريخ موجهة بدقة لحزب الله، وإن العملية شملت غارات جريئة لقوات إسرائيلية نفذت إنزالا استولت فيه على مواد من المنشأة، مشيرة إلى أن اللجوء لقوات برية كان ضروريا لجمع معلومات من الموقع السري. موقع إكسيوس الأمريكي قال إن العملية البرية الإسرائيلية هي الأولى ضد أهداف إيرانية في سوريا، تم تأجيلها مرتين على الأقل في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل أطلعت إدارة بايدن على العملية مسبقا نظرا لحساسيتها ولم تعارضها واشنطن. في تفاصيل العملية، يقول الموقع الأمريكي نقلا عن مصادره الخاصة إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عملية بناء منشأة إيرانية تحت الأرض بمصياف بالتنسيق مع حزب الله وسوريا في عام 2018 لإنتاج صواريخ دقيقة، وإن إسرائيل راقبت المنشأة الإيرانية لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن القوات الخاصة الإسرائيلية استخدمت متفجرات أحضرتها معها لتفجير المنشأة الإيرانية تحت الأرض مع إدراكهم أنهم لن يتمكنوا من تدمير المنشأة بضربة جوية. عملية إسرائيلية نوعية في العمق السوري قد تؤسس لمرحلة ما على ما يبدو في مسار التنافس الإيراني الإسرائيلي، مع تجسيد تل أبيب قدرتها في الوصول إلى منظومة لوجستية خاصة بحزب الله في سوريا وصواريخه الدقيقة.